السلام عليكم الاخوان الاصدقاء الخوت، مرحبا بكم في الدوزيام كانتي ديال باري فينسن مونتي كورس دي. هاد الكانتي هذا الخوت ما كنتش غنحطوه، ولكن كاين شي اصدقاء تسناونا. المهم الخوت بخلاصه لهاد الكانتي هذا، تنظن غادي يجيو لي بلوريش ديال الكورس، لي بلوريش ويطلع عود خاسر، عود غادي يكون خاسر في الاطلي، عود خاسر في الاطلي. اللي خاسر في المونتي ما كنظنش غيطلع، اللي خاسر في المونتي ما تنظنش غادي يطلع، اللي كيطلع هو اللي خاسر في الاطلي. ممكن يطلع هو الرقم 4 انديان ميستيك، هذا هو اللي ممكن يطلع. و لي شوفو الاخرين هما البلوريش ديال الكورسا، هما البلوريش ديال الكورسا، الويت والنف والتيس والأونز والدوز. تنتمنى الخوي الميتيس كاليفاوش، هادي ماشي ديال الخدمة، هادي فقط لا شانس غيلعب دور لا شانس. المهم قلنا البلوريش ويت نف تيس أونز دوز، غادي نزيدو معاهم الرقم 4. هادو هما اللي عندي الخوت، و تيبقى واحد العود في لا سوربريز هو الرقم 6، هذا في لا سوربريز الخيول ديال الساسي 6، ممكن 6 هاد العود هذا. المهم العود اللي ما غيديش كاليفاش راه غيجي، العود اللي ما غيديش كاليفاش غادي يجي. عود درواتي جري اخر كورس افكان. تنظن ان 6 ديال الخيول غتكون كافيه، 6 ديال الخيول غادي تكون كافيه. كان ديسكاليفا معاهم 7، وكان دار 6 سيزيام، وكان دار دار 11 تروازيام. الأونز الخوت ديال بروفانس يقدر يديسكاليفا، الخوت هاد العود هذا يقدر يديسكاليفا في الفانسن، وتقريبا كلهم ديال بروفانس. الا غيلعب 6 ديال الخيول، اللي غادي يلعب 6 ديال الخيول غيدير ليها 4 8 9 10 11 12، 6 ديال الخيول تيبقى داك 6 في لا سوربريز، ممكن داك 6. المهم الخوت، هادشي اللي كاين في هاد الكانتي ديال باري فانسن. تناو الكانتي ديال غدا ان شاء الله كنوجدو فيه، ونتمنوا شي اورد، نتمنوا شي اورد. هادشي اللي كاين الخوت، وتحياتي لكم ومع السلامه.